بسم الله. إن شاء الله بالله أن عشرك دي إله إيرا ألقاب الحروف وشاق وسير قليي أو سيدة ربطة تجويد كان وغمي ضحين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، الدرس التاسع عشر من كتاب الملخص المفيد في علم التجويد ألقاب الحروف. درسي سجالية تمنات كتاب كي ملخص المفيد أها علم التجويد كوساب سنة وحنوغ بلاونا ألقاب الحروف. حروف تنانا إسيال كيدوي جمع لقبين ولغوض حروف تمقعية ديدا كوهر تسوي أشكو بدو حين سوي دين إن ألقاب الحروف مباب ومن أبواب علم التجويد ديوام سوى باب مستقل أه ومن أبواب علم اللغة علوم تلغة كاملة علماء بضن وحيقة من هرته هو الذي وضع نكا دجي ألقاب الحروف والخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبوي باب كان ألقاب الحروف ليراد نكا دجي وحال ليراد خليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبوي سيبوي شيخ يسا سيبوي هو إمام النحاة وإمام اللغة شيخ يسو الذي جرى خليل الخليل ابن أحمد الفراهيدي مرارك قارها الفرهودي لو أقريه أيا باكن دجي باكن لو يقان ألقاب الحروف مرك مخارج الحروف بو على أقل ليهي كتبت شراح ذا قار وسوق ألقاب الحروف قار وحيو أركان وحكو صافصا لغة ما سوق هذا ارتباب كسيقو تساسان وفهمين ألقاب الحروف هذه لو قدر علم التجويد كان وزيادة فائدة لغوة فائدة ديارات هذه اللي قد داينا مخارج هي الصفات كأضها يساتو ساق أركان التجويد كي كمد معه ألقاب الحروف حروف تألقاب تهدي نانا سيال كهدي مقعية ديد هل للحروف حروف تي مو هل للحروف حروف تي مو أصغنا دي حروف تي الهجائية تي إهجاد ألقاب نانا سيال مليد وما هي ألقاب تانا محيط نعم ها للحروف الهجائية حروف تي إهجاد وحا أصغنا دي عشرة ألقاب ما نيسيالو طبان طبان لقب وهي طبان كاسي وحاوي أولا مد كوباد لقب كوباد أولا ألقاب تاس مد كوباد الحروف الحلقية حروف تيرون تكسو بحيس حروف الإظهار بالنسبة للحكم فيها صماء حروف تن حروف الإظهار هي حروف الحلق وهمزيها عين يحاء غين يخاء لو ما قابل حروف الإظهار وحروف الحلق لما سمي محل أقوم قابل بحروف الإظهار سمي حروف الإظهار وحال أقوم قابل بالنسبة للحكم الذي فيها حكم كوجرة نون ساكن يتوين هدي لحن كهر مرة إظهار بكوجرة إظهار حلق له ولما سمي محل أقوم قابل حروف الحلق لخروجها إيه من الحلق دون تكسر بعض وفتح ما حرف الحلق غير أوله مركوله إمام ابن مالك في كتابه لامية الأفعال نعمها للحروف الهجائية حروف تهجادة وحا أصغنا دي عشرة ألقاب نانيسيال الطبان وهي نانيسيال كالطبان كأولا لقب كالكوبات الحروف حروف تهوية الحلقية دون تلون نسبية دون تكسر بحث الحلقية دون تلون نسبية ولخروجها من الحلق وهي حروف تحلقية حروف تحلق وهي حروف تحلق ستة أحرف وحروف اللح الهمزة والهاء لما الله بسكوا قبل الله ذي بهالمخرج ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف وحيرته وحال السويدين كان الجدول هل كان أنصاء وتوزيع مخارج الحروف كاوا للمضالع عشر كمد معه جدول لذا أما متك كصاب سن
أما مخارج أما الصفات كصدح لا سأو بضن يا مالك له الدون نوكر جدول كوحو كوضع فيه وحردق الله وطلق لأنه إسكسوا المضالع للمضالع ويدرس الماء للمضالع مركة أنا سأنا ورسع النهد دل على السؤال كيمات وهي أولا لقب كوكب هذا الحروف حروف تي وهي الحلقية تضون تلون نسبي وهي حروف الحلق ستة أحرف حروف لحو الهمزة والهاء همزيها والعين والحاء عينيها والغين والخاء غينيها وهي حروف تحلقية ما حروف تعرف لويقا بحروف الحلق حلق حروف ستون حروف حروف الستة اللحظة أهيد ولخروجها حروف تصوب حدة منه من الحلق دون تكسر بحيث وحاجرا أن وحلى ألقاب الحروف أودجي الخليل من أحمد الفراهيد كتبت رأي سوق عن علم التجويد كقاركود قرر رأي سوق مركة لقب ككوبة وطمان لقبة الحروف الحلقية حروف تضمت وحروف تكسر بحث تضمت مخرجهان واللح همزيها عينيها غيني خاء حلقنا وحاليا لخروجها من الحلق ثانيا لقب كلابات اللهويتان وكو لو نسبيه دلقه ان باف كو يقان ذكر مركي هرغب كو دعي دل اريره خيلي كري واي هليب لا جرس ما له روح انت لو يا لهاتن بل لهي ولا مقعيه بدن بوليه لهات هليب كاس مركه الاسك جروي دلقه ان باف كو يقان انو خان دهن دق دلق هذا قرن يسامحان عبد دلق وحكير بدلاً بدلاً ما دوا غيره كبدلاً إنه هاي هدوجر أحمد عيسى فيه دلق مو فهمت ملوه عبد الناصر عبد القادر هاي دلق ما هذا فهم سوا ها هي اللي بكاسو اللهوية تاني لوذي لون نسبي دلقة وهما لهويتان وحاوي القاف والكاف قاف يا كاف على الاسكوير لهويه وحي درس ليهن دلقهاس هليب كان دلقه وسميا وحا لو مغعي بذلك ارن كان نسبه انين درت يا تيرين نسبه انين يا فيرا يا تيرين درت لو تيرين اي الى لهاتي دلقه وهي لهات لحمه هليبوي مشتركه كدغن باخر اللسان عرب كآخر كيس مشتبك هذا ملصقة ملصقة كل جن مقر سيان مشتبك وفهنا اشتباك وحال ليرا هذا اسكهور إماد يرى عيدا ما وقع اشتباكات صمم اسكهور إماد وهذا اسقبصدو مركة موقت فود إصدار كتب تقاركيز وحيك عبي هوتا سيدا نوتا لوهية لهاد لحمة واهيل مشتبكة كل جن بآخر اللسان عرب كآخر كيس قرر وحيدا وهي اللهات لحمة وهيلب مشرفة كسر رئيسة على اللسان عرب عرب كيساء وكسر رئيسة صمة شراح الجزر يمد الضمبي أديك سنة وهي لحمة مشرفة على اللسان قرر وحيدا وهي لحمة مشرفة على الحلق اسكن مهر معنس وهيلب نونت كسر رئيسة يا عرب كسر رئيسة وهي لها لحمة وهيل مشتبكة كدغن بآخر اللسان عرب كآخر كيس ثالثا لقب كسدحت الحروف حروف تيوي الشجرية نحذ اللون نسبي شجرية ايه ووسط اللسان عرب كنحذ اللون نسبي ثالثا لقب كسدحت الحروف حروف تيوي الشجرية عرب كنحذ اللون نسبي وهي حروف الشجرية الجيم جيموي وشين وشينوي يا والياء ويا يا ذا سو غير المديان لهنا غير المديان هل كان قدرين وراء صو مري يا ذا سو غير المديان حرف مديت اهم وسميت وحالو مغعاي بشجريتي حروف تضون تلون وسميت وحالو مغعاي حروف تصدح جيم يا شين يا غير المديه بشجريتي حروف تي عرب كدخديسه لو نسبي أي شجر اللسان وسط اللسان وسمي ذو حاله مقعبي بالشجرية
حروفتي عرب كدحلي سلون نسبي ولخروجها صوبحيده من شجر الفم افك دحلي سايكا صوبحس بسكون الجيم جيم كالرهيب الشجرية اللي وهو الشجرية واكفسر ما بين وسط اللسان عرب كدحلي سو ما يبين ذا مقحم بالليره وحمام الزيادين عيان هاد وهو وسط اللسان يدو اللي يروي كدين وهو شجر الفم أفك دحليس ما بين وسط اللسان عرب كدحليس يو ما شيء يقابله وسط اللسان كقابل سن أوكي آدن من الحنك إلى على دم حنك السر مقابل هاد عربته حبيبي قنا شيء شيء كسو هرجيد معناه أنا مر كان هلكم فديو معلم محمد هرتيدا أما الباب كا يقسو هرجيد أين يقع بيتك لقريا مقابل المسجد بات مسجدك كسو هرجيد كس مقر كسو هرجيد كاس أو فهمين إيا وحبا إس كسو هرجيد الله بيقو يقان لوضع الروح دي أما علاد أما فهن أهان أما فكر إس كسو هرجيد ضد إيا وحبا بيقو هذيك سيدان فلان ضد فلان فلان ضد فلان هبل وكسو هرجيد أما مقابل كان ومكان أهم بإسكيغ سهر جدا بص أهم وإسقابل سي وهو شجر الفم ما بين وسط اللسان أي وسط اللسان عرب كدحلي سوي يو ما شيء يقابله كوادا وسط اللسان من الحنك العالم حنك سر رابعا لقب كأفراد الحروف حروف تيوي الأسلية أو سين سين كشاق ورهبي لكن كتبت وحيوب بدين الأسالية إن لأسا أو لقربه تاسا لو بني الأسالية بقى إنك نقر هرطا أصل هوفا من سين بقى ماشي على السين سلس واحد جيل عسام بقى عربته التغام هذا شيء سلس سلس جلعوي الدقيق والمستدق الحروف حروف تيوي الأسالية أي أسارة اللسان عرب كفود دي سلون نسبي عرب كعارد دي سجل عسوي طب أهان مركي الله صيفاس الأسلية عرب كعارد دي سجل عسوي فير من دام ضرفك دانا وحوية قانا فود دانا فيد دانا عارد عرب كعارد دي سادي لده طرف اللسان كان الله قوض أما فود أما فيد أما عارد مركي عارد دا جل عسن يا أسالة اللسان لو يقان عرب كفيد دي ساج الأس الحروف حروف تيوي الأسالية اللون نسبية طرف اللسان عرب كعارد دي ساج الأس وهي أسالية ما أنت شيء قارن أن لوجه رينب وشوحية الصاد وصاد والسين وسين والزاي وزاي حروف تصل الله مقر الصاد والزاي والسين صاد كاكو والزاي ذا كو حكت السين كاودن بي لماذا صاد وقهر يسوي استعلاء وإطباق بوقاته حرفه أما زاي مجهورة جهري بيلاذة وعلقت أما سين مستفل ومهموس سوى أسكير مركز سيدا الله مقر سيدا ضبطة معناه واحدة بحدك ومجروا وين الصاد والسين والزاي لكن عند علماء التجويد سيدا الله مطر يصدح الحرف وحالله تري الصاد والزاي يكعت وسين ونوضن بي الله رب ساساد نكو صحنا يساعده صفيرها هذا تمحودي دون الجزيره صفيرها صاد وزاي سين ها هدايه وكيان الكمر زايد وحالوه هرمالينا جهري باكو جري جهري وكاعدك والزيتون يا والسماء بيكرت وهي حروف الأسالية أصاد صاد وهي وسين سين وزاي وتسمى وحالوه مقع على هذه الأحروف حروف تتنى الثلاثة أصدح أسلية ماشا أسلية معنى أسلية حروفتي لون نسبية عرب كفوديس عرب كعاردي سجل عسن أسلية بالنسبة إلى طرف اللسان المستدق أسلية وحاوي بالنسبة إلى طرف اللسان عرب كعاردي المستدق جل عسن عرب كعاردي عرب كفيدي سجل عسن أسلية حروفتي لون نسبية عرب كعارديس ولخروجها صابح الدادة من أصالة من رهن ما شمر من أصالة اللسان عرب كفوديس من أصالة اللسان عرب كعارديس جلعسن
أي أسانة اللسان وحاوية ما دقة وحي جلع سناد منه من ضرف اللسان منه اللسان كبنوا معلنين منه من ضرف اللسان إن حروف طبعا قرانا إنا واكيئها والصاد والصفير مستاكن منه ومن فوق الثنايا السفلى سمعه من ضرف اللسان بين الثنايا العليا والسفلى قريب إلى السفلى واكيئ ولخروجها حروف تنصب بحدها من أسرة اللسان عربك عرديس عربك عردي سجل عسان أي وحالك وضع أسرة اللسان ما دق وحجل عسان هذا منه من ضرف اللسان عربك فوديس خامسا لقبك الشناد حروف تنانيست الشناد إلى ذه الحروف حروف تيوي الندعية مقارك اللون نسبي كلمة أصل أهان مركان الندعية هذا وحكا لا نون نقوم دون تاه ندع وحال دي جري ندع مقارك حولها مار جلد جن لو يقان قارها ننكي حجاج بن يوسف اسكدب كبنا من وحوها مسلمين تلقوا امتحامي ومع ذلك وحونا هادنا ضدك المسلمين تا لكن امام الذهبي باسو كوبي رحمه الله تعالى مركو سيردي سكهل وحوكو سو كوبي كلمة عجيبة وحوير له حسنات مغمور في بحر السيئات له حجاج وحولها بحسنات الإمام الذهبي له حسنات ونقوالها مغمور لكن وحيكو قرصون طيب في بحر السيئات دنبيه سبرها بضح دنبيه سبرها من كتابع مفسر كأردي من عباس سعيد بن الجبير نك لقرع يا ضدو الدلاب وحل وريا وحير بالي ضدكي أندلهي نم بهل جير بدرتي لإيدلي سعيد بن الجبير لكن نك تابع يا ما دام نن عالم الدين تفيدنا هذا تفسير يدري ولمن تحرم كي حق وقع الرهير سوقفت نك درتي تضوات الجير بالإيدلي تضوات الجير يعني عقاب اللي يقول عقاب مركا ننكاس ندع بولها ندع ماشا عكسو داتك مركو دلهي ليجي صدولك يوسكود على مقارك وقوغلو ديجر مقارك مركا ندع كاسا اللي يري هذا مركا روحا ويقورا عايان ليجي صدولك وقباهين مقارك انا اللور ديجا هيا واحد يكوتين بان ندع بان مركا مركا ندع المهم ومقار مقارو ها أفكر مقاركي سمرك وحلاه ماشين عريت كمار عريت يكركي سدم حرق صم مقارك موجود الدن كاس الحروف حروف تيوي الندعية تؤي مقارك اللون نسبي الله جودة نضع الحرق كلا على دم حرق جسر مقاركيس مقارك وسان قافك دم حرق جسر وسان قاف دش على صمه عرب كسره وكده مقارك أسان نضع له الندعية تؤي مقارك اللون نسبي وهي الندعية أضاء الضوء ودار الدار وتاء التاء وقد سميت وحاله مقعب بالندعية حروف مقارك اللون نسبي لأنها أيضا تخرج ويصبح من نضع الحنك دم حنك مقاركيس أما من نضع الحنك وحال ذكر دم حنك سانقافكيس ومراتك الضمبا والنضع هنا ها والنضع اللغة تنهرت الجلد ومقار لكن هنا سقف الحنك الأعلى لم حنك سر سانقاف كيسو الحروف عروفتي الندعية مقارك اللون نسبي وهي حروف الندعية ضاو ضاوي ودال دالوي وتاوتا وقد سميت وحالهم مقعي بالندعية لأنها يد تخرج ويصوب حزا من نضع الحنك لم حنك مقارك ساما من نضع الحنك لم حنك سانقاف كيس أي ندع الحنق وحالك وذا جلد جلد هرته والندع فسر كيس الضبط حق اللغة لكن مراد كما أنت واسقف أي جلد غار الحنك الأعلى دم حنق قصر قد كيسة قد كان مقار كيسة وهو جلد غار الحنك الأعلى وحالك وذا سقفه دم حنق قصر سانقف كيس المهم مركب محاوي إخوة الأفاضل الطاء والدال والتاء صدح عن حرف حروف الندعية اللي سكيرها وخليل بن أحمد بحي والله قوضه من ضرف اللسان عرب خفوديس مع وصول الثنايا العليا فورشة كرجريد ماشا دمحانا وكسي دمانا يسمعين قبسنجير
wuxuu ka wadaa marka xuruuftan waa xuruuftii dhamxanag oo carabka foodiisii foorasha kore jiridooda meesha dhamxanaga maadaama ay isqabsanayaan xuruuftii dhamxanagaa loo yaqaan. dhamxanagna waa saanqaafkan kore ee carabka ku dadan, liannaha iyadu takhruju way soo baxaysaa min nidaci lxanaki, dhamxanaga maqaarkiisi iyo saanqaafkiis, ay jildu haari lxanaki, la qaarna kelima ahaan asal ahaan kelimada qaar waa godka. nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar markii laga hadlay radi allahu canhu, abuubakar id humaa fi lgaari, saaxibu lgaar waa kan loo yaqa, markay godkii galeen haajirid ay jildu qaarkan marka luqa ahaan waa god laakiin sanqaaf baa laga wadaa isaga lafti, ay jildu qaari lxanaki la calaa dhamxanaga sare godkiisa maqaarka, wa huwa qaaru lxanaki la calaa dhamxanaga sare godkiisa la sheegayo maqaarkaa saqfuhu dhamxanaga saanqaafkiisa. saadisan laqabka lixaad, alxuruufu xuruuftii wey alithwiyatu ee ciridka loo nisbeeyey, alxuruufu xuruuftii weya alithwiyatu ciridka loo nisbeeyey, ciridka deriska la ahayd baan dhahayna, hadda cirid ay kasoo bixi ma jire, laakiin mujaawiratun waxay deris la tahay min allith, mujaawiratun waxay deris la tahay min allathat. alxuruufu xuruuftii marka meesha iska cirid inay kasoo baxaysa maa mujaawiru ay deris bay la tahay, alxuruufu xuruuftii weya allithwiyatu ee loo nisbeeyey ciridka, ciridka deriska la ahayd, wahiya xuruufu lithwiya adaa'u da'u wadaalu daal wey wathaa'utha, watusamaa waxaa lagu magacaabaa hadihi thalaathatu saddexda bilithwiyati xuruuftii ciridka deriska la ahayd, waa likhuruujiha soo bixideeda waa min qurbi lathati ciridka meel u dhow, inan daa daal tha xagee ka soo baxa min darfi lisaaniya waa daraafi thanaaya alculya carabka foodiisa iyo foolasha kore foodio soomaaya af ad ad soomaahan cirid xaggee bay deris kalaat, ilkahan lagu qabanaa foodooda ilkuu xaggee ku dhegan yihin, soo cirid kuma dhegan derisnimada w dhab ahaan xuruuftan cirid kama soo baxaan, laakiin cirid bay deris leeyihin cirid na foolasha kore fiidooda lagu qabanaya foolasha xaggee ku dhegan yihin oy ka soo baxeen cirid ka soo baxa, waa likhuruujiha soo bixideed min qurbi lathati ciridka meel u dhow, lathana waa ciridka. wa qaala abu xayaan wuxuu yihi fii sharxii sharxidiisii litasiili kitaabka tasiil uu sharxay adaa'u da'du buu yidhi waa faa'iidatan mimaa wixii weeye mimaa xuruuftii wey mimaa ay lxuruuf infaradad bihi ay la keliyowday alcarabu carab duuna alcajami cajam sokada adaa'u da'di miman faradad bihi waxay la keliyowday wey alcarabu carab ay la keliyowday duuna alcajami cajam la-aante oo xarafka da la yidhaahdo cajamtu ma isticmaasho af soomaali ma ku jiraa da xuruufta aan la helay dood waxay ka dhacday af soomaaliga dadka dejiyey nin ka mid ah inuu nool yahaan u malayn ayaa mar waxaa la isku qabsaday kha soomaaliga ma ku jirtaa mise kuma jirto, isagu wuxuu yidhi kha kuma jirto, walaa sheekh axmed ciisa fiido baa yaqaanaan mana ka daranin la yidhah, hadda ma nool yahay mise waa dhahay ha ya ha ma nool yahay soo ma sa ragga af soomaaliga loo tiriyay dadka dejintiisa wey, isagu wuxuu yidhi xarafka kha la yidhaahdo af soomaaliga kuma jiro, khayr iyo waxbaa la keenay khayr waa carabigi, markii dambe waxaa la keenay khuuro, habeenkii dadka qararacda siiya qadiid baa carabtuna ay dhaan, se ma jira khuurada khuuraa la hela le wuxuu yidhi dad soo jeedaan wax u dhigayna dad hurda waxma ayna dhigaynin, marka da'du daad horta iyada waa la isku waafaqay adood xarafka daad liya luqooyinka dhan waa laga waayay waxaan carabi ahayn sahalkaa maxaan ka ogaan luqada ugu xuruuf badan na luqada fiir kow maxay ka bilaabataa xuruuf laba kelimo saddex jumal baa tegaya mugta saasa marka isu daba fadhi xaraf xarafkan markuu dhowr xaraf noqday
جيم يا ألف يا همزة اسكدر جاء كلمة على شيء مكت هاي فاعل برا اسكدر جاء محمد دبات محمد جملة هاي صدق مركا ما دام اللغة العربية وقو حروف بلات محان كيف فهمين ويقو كلمة وين بلات ويقو جملة بلات واللغة وقو واسع ضاد كجوني من لا تهدنا وحكدر يا وحيان وحيا أضاء وضاد ممن فردد وحي لك مما حروف تيوي إن فردد بها إليك اليوذي بها العرب وعرب دون العجم عجم دون العجم عجم سكذا دون ذا دو النفي سوق الظرف دون العجم عجم ما وعجم لقمه نظا أما ذال ذال ميابي حرف كذال فليس معها النذال في اللغة الفارسية اللغة هي فرس أنا ما كي هوري هي فرس قدن كان إيران وكفر دي آقاسي هي سنجر فليس معها في اللغة الفارسية اللغة الفارسية ذال لقمه لي وأما ثراء وثامية ليس معها في اللغتين لبعض اللغة اللي جمعها الرومية لغة ذي الروم والفارسية اللغة ذي ره فارس صدق عن حرفها لا شيء صومالي ده هضم كفير ناف صومالي ضع ما هينا ذلنا ذل الله ما هي ثانا لا ما هي ها الكلام حنوجانين ما سوى اللغة العربية اللغة العربية وحي كسوهري واللغات فقيرة واللغات تبارية بالنسبة للغة العربية اللغة العربية مركي الله فيه لغة تبارية لغوين كدب وحالوسي كالقادة يضعو كوبان هداشر لغة علمية هي لغة غير علمية لغوين كو لبدا سالو قيم إن شاء الله ارتباح ثير بان سدري دونا ويسوى هدا وقت دير انقاذنين صدح لنا ميدك تان كرمنا صدح لنا بده بالربع إن لك يعني لكن مسألة كوبان أرت اللغة عن أنت مكجر لغة تعريف كذا وحاشي ابن جني وحير وأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه لغة وحالة عضت قول قرار كاست يا قوم كاست أي كعبرا أجدده وريه بلو كالبات كالي ذا إيه ما هو اللي فهم سما عبتنا تعالى بكتاب هلم حي مقر أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه كدب اللغة وحلاقة من لغة علمية هذه تراث كقوية كتب تاريخ النقطة علم كلام النقطة لغة النقطة هذه كتب كقوريين يا وح علمي أقول لك فائدة أما الطب وحن كقوريها علم لغة علمية له لغة وحلاقة قوية من مدري وأن لغة لا لغة غير علمية تخاب معنوين ملح تاس تتك اسكو فهمي الحمد لله حاجة قيمية معناه كلامه لكن لغوين الله بحسن أهده وتبحثي لغا قرآن معه لغوين كالير دليل سنة وحاكم ده لغات كان أفارغ لغة الأفارغ أفريكان كل لغة ديس واللغة الصومالي وكجرت لغة علمية مع أهلي معنا كتب بضان كما ترجمنا تراث بضان كما قر علمي كما قر ولغة تخاض صدرت علماء قابة وحدين نين صومالي هدو كوريري وحال لي رهضا عط السوقر قابل سوي الله بنين عط السوقر اي كالم بس قابل ورجيني قوار نورير شوليه حقين طلبنا كالسوقرين ورقاد عربية اي سوقر اي كانوا طلبنا انا لا اركم ما وليه دب دمو قف او ان شاء الله واسوي ما دونا او كنا سيسو هدو لكن هذا بالله هذا حفيس فنية كما بلوك بحي كرتين وقت وهذا هذا هذا قريد يا اسم مشقول يا بحث قر تال لو غري سومال سابعا مركه هلكن بحثي عن درينا عبد الغني ايانت نغه مشغول شي احمد عيسى قربتي فراقه يميد هش شغل خليقات كسبخده جامع اسكت لكن هبينك وح يرو ما اللي راح تمشي اللي غرادين لها وا شيغي ناش شي احمد واسكت درسنا يا عبد الغني ميدك تياكر فراقه ما يرن ها بس عبد الناصر مكودر واحد لبيه كلمة أول عبد الناصر هاي ميدك تنا مع الله بعد يجي كلام كويه لر ها بس مقع كمال صح نقدر كويه ها بس مكودر يا عبد الباسط وكمية وحاول حالي اللغة
أي لغة، لكن ما شان كر هذين إن تنا عربي سهلا لغة الله بالله خلق هذا. هل اللغة لغة خلقية ما أوربا أو أكنارتي مسه وواحد لو يقان محاكاة هي اختلاط هي احتكاك سيكلو دي بير هدان عبر لغة ميا كود نالتي أو ساسات كبرت مسدد كاد كود احجيرتات كاد احبرت يلا كوان تصالة وي عبد الباسط أو صد حسنة جرا انجريس كاللقي سوال الله تن سنة جرا نلوسي على انجريس كيون أفوفا ميل داد انجريس جوغان كلي يا لقي انجريس كيو أفوفا الصومالي لما قرنا من الإنجليز كل أجود مركز اللغة ما وحال وبرتا من إلهي باكو أبوري سبحانه وتعالى اللغة والغد نشا من سدد كاللغة برتا مال دير ما هذا إن القرآن كورا واكاه لتفاصيل وعلم آدم الأسماء كلها هل كاسلق الرادنا سيد النبي آدم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كبلا سوكم يجري وعلم آدم الأسماء كلها لغة مركب ما اللي تعلم ميا لبرته مسوال الاحتكاك والمحاكاة ذكى لقى بحبرته سؤال شو هذا معاد لغة ما لغود نشري مسوال لغة ذكى لحجير كيس لقى برته كل تفسير كان واتكر هذين كتا وعلم آدم الأسماء كلها كتب تفقه اللغة اللي يرى مع علم اللغة إذا مسألة ذا سوء باب محيان سيدا كتاب له وحاجرة فقه اللغة لعبد الواحد وافي من مصري عبد الواحد وافي أما فقه اللغة ثعالبي أما فقه اللغة يرى هذا نور الإسلام لكان كوا أم بد فهرس هذا تجيسة كوا علم اللغة هل اللغة محاكاة سجى هلك كذا شيء لغة ما الله أدر شيء فيه قولان قول كراجي حام لو هذا قول بصاغ ميت كراجي ح كلنا نقطع علماء وبدي أن نقع كس أنت وعدها سمع عبد الغني لغة إن لغة نشأ لغة نحن هي إن برشية ضدك على قد إحبرت ضدك وياها سابعا لقبك تضباد الحروف حروف توي مدك على بحثي أرضي وفي عين بالمناسبة جهدي دلال وكاغير باهين لكن بحثي ووحيالها اللغة فائدة بنيها علم وحل اسكو ضف والبحث والمطالعة والقراءة الكثير بحثين يا مطالعة يا أغرس كبضن نكادان صومالنا وحيالها اللي نقول نقدي وحاكمل روحوا كتابك وأغرس سموين كتابك عنك لو حبيت كيف فهم كرتا اسمه بطاها هذا بدي أحقا شنو وحبيت كيف فهم سومه هاي يرى لهبطه وحبيت كيف فهم وحن مركا هذا فراق لذا وحال إسكال سمستا طوان دقيق نساء بحث يا مطالعة يا أغرب بقن إسكال أغري إنو بات كيف فهم إن شاء الله بقن أغري وحبيت كيف فهم إسا للبحث والمطالعة والقراءة الكثير يزداد العلم بل. الحروف حروفتي أذلقية فودل النسبية عرب كفوديس وأتقرن سوا حروفتي لديه جري فر من لب قيب كمد صدح كمد بفتح اللام اللام كالله كردقو أذلقية ليرة وسكونها لام كالله ريب الله وضوى بنات الحروف الذلقية هي ذلقية وهي هي حروف ذلقية ثلاثة أحرف حروف الصدح ويفقدوا كلي وهي حروف تصدح اللام الله والنون النون يا والراء والراء وتسمى وحالق مقعب هذه الأحرف حروف الثلاثة تصدح ذلقية تفود النسبة ولخروجها صبح الدين من ذلق اللسان عرب كفودي سائك صار بحيث أي ذلق وحالق وذا ضرفه ضرف اللسان عرب كفودي ولام والنون والراء قد قرنا إسا حروف ذلقية لمن طرف اللسان لام كيونك استوى أدنى الحافة والجري لكن هو من باب تغليب خاضنا من طرف اللسان قريب إلى ذهر اسكوة ضدر لكن حروف ذلقية لمن طرف اللسان ثامنا لقب كالسيدية الحروف حروف تيوي الشفاهية بشبه اللون النسبي وهي حروف الشفاهية أربع نافر حروف بشبه اللون النسبي بشبه كصبة الفاء وفاء والواو والباء وباء والميم وميم وتسمى وحالهم مقعبة الشفوية شفوية ولضرورة الشعر بوديجة ولضرورة النظر وسميها الشفوية وحاسة حم بوديجة لمركة تحفة الأطفال كشراح شفوية شفاء
الشفوية هذه الدوار شعر كدرتي بديت وتسمى وحلق مع على أشافوية حروف تبي شمال النسبة أو الشفهية حروف تبي شمال النسبة ولخروجها صوب حدا درت أفرت حرف فأي واو يباء يمين من الشفة بشنت مع أن بعضها بعض الحروف حروف تنقع كاملة يشارك وحلو ذاك في أكثر وحكبا من مخرج هل مخرج وحكبا بيلو ذاك مع الشفة بشنت لو حرف بإشارة لو حرف وفاء يواو واو سو واو جوف كسب حمجر واو مد قاوي فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي سماه فأذنه بشنت وحبي لو ذاك تسول كلوي من بطن الشفة سفلى محل جر مع ظراف الثنايا العليا ها لبضوا أما الباء والميم يا يكو بشماه كسمه لشفتين الواو باء وميم الباء والميم بين باقي شفتين كوا بشماه كسمه مع أن بعض حروف تنقار كامل يشارك وحلو ذاك مع الشفة بشنت وحلو ذاك في أكثر وحكبض من مخرج هل مخرج وحكبض بحلو ذاك إن كاستو مخرج أهان وحو للو ذاك ووغو بس يجري فهذا لو ما وافقص فهذا لو ما وافق فهذا حروف الشفهية وح مالك لكل شيء مدر أما الكاهن مساعد إيه أف مركا في أكثر من مخرج تاشيق والوهس وحال المخرج كبضا منو دا وحاول لربي واو يا لبا مخرج له واو الشفو يا واو الجوف تاسعا لقب كسغالات الحروف حروفتي سغالات يا تمناد لبدا وحا اسل حروف مد سغالات يا تمناد لكن مد باعتبار وعمل بالي في تاسعا لقب كسغالات الحروف حروفتي الجوفيه افك غديه سلونس جوف الفم وهو الداخل وهو الخلاء الداخل في الفم والحلق وكاسودا الجوفية أفك جذه سلون نسبي وهي حروف الجوفية حروف المد مدك حروف تسوي حروف الثلاثة أسد حذاي الألف ألفية والياء ياء والواو وصمية وحلوم مقعبة الجوفية ولخروجها صوب حدة من جوف الفم أفك جذه سايك صوب حيس ياء والحلق دولت جذه ولا حيز لها محقق او قدر هلك ولا حيز حرم لها حروف تنمت محقق له به ومخرجها مقدر انت جوف الفم اف غدي سي كصوبح اف غدي ما اف غدي سهرا ما كدها ما كدما لما دها وين وريكت انت عود كو سعود لا سعود لا حيز لها محقق بل حرم له ومخرجها مقدر عاشرا لقب كتبراد الضم الحروف حروف تي الهوائية هوذ اللون نسبي أي هواء الفم أفك هوذي صوم بيه رعلاه تنتهي للهواء وهي حروف الهواء هوائية أيضا لو نقي الحروف حروف تيوي الجوفية أفك قديه سكسو بحي سواء إسلام وصمية وحالوغما عيب الهوائي هوائية وحالوغما الاعتبار المد مدك هادي لفير مدك اللي ديرينا وصمية وحالوغما عيب الهوائية حروفتي هوذا والاعتبار المادي مكا ديلا في رجاء انتو عودكا ييرا هيو مارو قصرنا هرتا عودكا مياجر ما حروفتنا وحالها حروفتا عودكا لقود ديري هوائية مركا وحاوي هوذا سيلا صعود هوذا اذا سكتا تسكت بالي حداد اعمس طوي اعمس حداد دوا قوة دوا كلوة دي سا جاء سادرتك دادك عشعاتا تري عدك الديري وطنبا أذيكس وصميض وحاله مع بالهوائي لاعتبار المد مدك الديلا فيه وبالجوفي ألوه مع لمجيئها كإماشي لخروجها بأسك فعنا هلك لمجيئها كإماشي وخروجها كصواب حدة من الجوفي أفك قديس وقد وضحنا وأن عدين معنى الجوفي جوفك معنيه سابقا مره والله إله ما تعالى سريع أعلم وحكسه أسئلة والتمريرات سؤالي الله يليسه ما هي محيطها الحروف الذلقية حروف تفودك سبعيس وما عددها تردد ذو الحويه وصد حرف اللام والنون والراء ما هي محيطها الحروف حروف الأسلية عربك عارد سجل عسر مفيد سجل عسر سبعيس وما عددها تردد ذو الحويه وصد حرف يدنا الصاد والزاي والصين بما تلاقب محال قلنا نيسا حروف الضاء والدال والتاء حروف تعضاء
iyo daal iyo ta saddexdaa xaraf nadciya kuwii maqaarka ka soo baxay dhamxanaga kor maqaarkiisa. Limaada sumiyad, maxaa loogu magacaabay xuruuf almadi madka xuruuftiis, xuruuftii athalaathatu saddexda, biljawfiyati kuwii ka soo baxaya afka gudihiis, waa likhuruujiha min aljuuf, walhawaa'iyati kuwii hawada, waa lictibaari almadi meedka dheer ee ku jira, ama limusaaxabatihaa bihawaa'i alfami, afka hawadiisa iskala socota oo meel kuma hoyanayso. Maa cadadu alxuruufi, xuruuftii tiradeedu waa meeq? Xuruuftii ashajiriyati carabka dhexdiisa loo nisbiyo waa aljiimu washiinu. Wamaa hiya, maxay kala tira ahaan waa saddex baan dhahayna. Wamaa hiya, maxay kala tahay? Waana asaadu wazaayu wasi sifaatu lxuruuf. Waa baab dheer, laakiin insha allahu inaan beri dhammayna aan isku dayin si maalin aan su-aalaha ooga dhigno. Almakhaarij wasifaat waa laba baab oo aada muhiim u ah, kuwan waa dul istaagayna. Welibana makhaarij waa iska koobantee baabu sifaad waxaana laga rabaa ugu yaraa saddex masl. Sifada luqatan inaan u ogaano, wasdilaaxa inaan u ogaano, iyo xuruufta ay ku tilmaamanta, iyo hadday kasoo horjeed leedahay iyo haddayn kasoo horjeed lahayn. Sifaatu lxuruuf baan ku simaynaa insha allahu, haddii ilaahay noo qadar, haddaan beri dhammayn karo, laakiin aada buu dheer yahay, laakiin waa haddaan dhammayn karo, haddaan dhammayn weynana waa isla arkaynaa. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.